جسر المحب انهار، دار الزمان ودار وجسر المحب انهار، وكلمة أنا قصر بنا فوق الجمر والنار في حي المزار. جاره مرتشي وغشاش وحاله منتشي، نصاب وقلبه عالبلد ابليس من فرحه غشي. هذا علي هذا انحدر، هذا غني وهذا انكسر، وانكشفت الأسرار في حي المزار. شو قيمة الإنسان لو ضيع الإنسان؟ شو قيمة الإنسان لو ضيع وبعدي يجي الطوفان؟ شو قيمتي وحدي أنا وبعدي يجي الطوفان؟ هذا عين وهذا انحدر، هذا غني وهذا انكسر، وانكشفت الأسرار في حي المزار. اصحوا يا اهل الدار، هذا زمن غدار، ضموا الايادي عالامل وطفوا لهيب النار في حي المزار، في حي المزار، في حي المزار، في حي المزار، في حي المزار. تعي بابا تعي بسرعه، يلا بعجله، انت بقول انهارها بيجي بساعد مشان بيطفي حريقها، سامع؟ حاولنا يا ناس، مطبخها بيحترق وماما على الأرض جواته. بسرعه بابا بسرعه. حريق! تعال يا ولد تعال تعال. فين الحريق؟ بيت ابو هاني. بيت ابو هاني، تعال يا هوك، وعلى الدكان واندهلوا عوام. يلا حريق عنتر تعال. ايش مفتوح؟ في حريق بيت ابو هاني، بدنا نروح نطفيه. تعال سامي حسين، في يوم هذا اخذتها بحلى لك غير مره. لك ما سمعت الصبي ايش قال؟ سمعت. ايه ايش واقف عم يساوي؟ خلينا نركض ونساعدهم. شو بدنا نعمل؟ لك ننقص طوله ونرشها على النار. تعال يا ابو عبدو. ايش بك وقفت؟ ما سمعت؟ عم بقولوا في حريق بالحاره. ايه هلا بضفوها بروك بروك بروك. كم اللعب ولا خايف تخسر؟ يقطع عمرك عبرادة هالقلب، شلون بده يجينا نفس نلعب بالطاوله وفي حريق بالحاره؟ بروك يلا بسرعة، جيب سطل المي بسرعة بسرعة. يلا جيب لي هذا سطل المي فورا. يلا بسرعة، يلا حبي مي، يلا حبي مي بسرعة بسرعة. يلا يا رجال يا رجال حبي مي بسرعة. هون انا عايزين مي. ابو هاني ايش المشكلة؟ ابو هاني هدي حالك، سليمة ان شاء الله. ان شاء الله. ما عرفش المطبخ وصوتها ما عم بيطلع. ايش صار؟ اخذتوا جبتوا الغاز من البوتاجاز واحترق المطبخ. يلا لا تخافي لا تخافي. المعلم تركيز طفى جرته.
ايش عم نعمل جوا؟ عم يطفي النار بنعرفوك، ايش عم تساوي؟ فوت ساعد جيبوا مي ولحقوني يا شباب. معقول يا رياض؟ معقول تخلي اختك تتطلق مشان اجار دكان؟ امي مصرة تقبض اجار. نهاد ركب راسه وبطل يدفع بعد ما استلم الانذار. انا ماني عارفان ليش نهاد هيك عم بعمل. هو بموقفه هاد ازم الوضع عنا في البيت وخلى امي تعارض زواجنا اكثر واكثر. وانا لايمت بدي اضل تحت رحمة امك؟ نسرين طولي بالك، لابد في النهاية انه امي ترضى. احنا صرنا مخطوبين اكثر من 6 شهور وامك عم تعارض خطبتنا. انا زهقت من موقف امك وطفح فيني الكيل. نسرين بس انت بتعرفي اني بحبك وبتمسك فيكي وعندي اياكي اغلى شيء في هالدنيا. ايش الفايده من هالتمسك والحب طالما ما عندك القدره انك تفتح بيت وتصرف عليه؟ يظهر ما عندك فكره واضحه عن مسؤوليه الزواج. نسرين طولي بالك، انا في النهايه لابد اني انا عمي تعطيني راس مال اشتغل فيه. وين ما عطتك منضل هيك معلقين بين السما والارض. نسرين ايش بك؟ نحن في مكان عام. لكن اسمع رياض، هلا بترجع لبيتكم وبتقنع امك تكتب لاختك هالصيدليه والبيت اللي فوقها، وبتقنعها كمان تعطيك راس مال تشتغل فيه. بعتقد كلامي واضح ومفهوم. ايه وما قدرت اقنعها؟ الافضل لا بقى تشوفني ولا تورجيني وتشاك. نسرين ايش بك؟ بدي خليكي متفهم. منين اجتك هالمصيبه يا مهام؟ منين اجتك هالمصيبه؟ منين؟ الله يلطف، الله يلطف يا رب. ماما هدي اعصابك، ان شاء الله ما بصير شيء. هاي اجو بابا. طمنا. طمني يا رب. طمني طمنوا طمنوا، الحمد لله ما في اصابه. واختي زينب؟ الحمد لله الحمد لله، اختك انهاني بخير، الله نجاها من الحريق. الحمد لله والشكر يا رب، الحمد لله والشكر يا رب. يلا ساميه يلا بنتي، جهزي حالك انت وامك لنروح نسوي صور التحاليل. ماذا اكتب فيه لاختك؟ ولك كمان ما دعتك اي مبلغ، والما عجبه يضرب راسه في الحيط. لك يا بهيره بهالعناد هاد رح تخلي بنتك تتطلقها؟ بيكون احسن. يعني بتكوني مبسوطه لما اتطلق؟ طالما جوزك عم بيهدد بالطلاق ان ما ورطتك على حياتي، فهيك جوز خسيس ما بيستاهل تتمسكي فيه. يا ماما نهاد قسمتي ونصيبي، صار عندي منه ولد وانا تعلقت فيه لاني بحبه وما بحسن اتخلى عنه. هو طبعا فيكي وعم بيستغل محبتك له ليبتز امي، وهذا ما راح يقدر يحققه طول ما انا عايشه. طيب انا ابنك الوحيد، ليش ما عم تعطيني راس مال اشتغل فيه؟ لانك صوره طبق الاصل عن المنظوم ابوك، بس يصير معك قرشين بتبعزقهم بتطيرهم بكم يوم وبترجع حليمه لعادتها القديمه. انا اذا اسمع لجنونك وجنون ابوك ساروتي كلها بضيعه بكم سنه، ومنعط على اصابيعنا الندم ونتبهدل كلها باخر العمر. لك يا خيتو، لك عندك مال قارون، لك افكي الكيز شوي، طالع المصروف، عطي ولادك، عطي جوزك، خليهم يحبوك شوي. إذا ما حبيتكم إلي على قد المال اللي بعطيكم إياه، أنا ما بدي هالمحبة. هلا إذا بدك تبي على هالعناد، بكره ولادك بيبتعدوا عنك وبصيروا بيكرهوكي. يكرهوني؟ يكرهوا أمهم؟ ليش؟ لأني عم بحافظ لهم على الثروة اللي بدها تنفعهم بالمستقبل؟ مستقبل؟ مستقبل يعيش يا قديش لينبش الحشيش. نحن ايش بدنا بالمستقبل؟ بدهم مصاري هلا يحققوا فيها امالهم اللي عم فكروا فيها. انتم ما هي ممكن مني غير المال، ما بدكم من وجودي معكم غير اني اكون حنفيه مصاري. كل اللي بتفكروا فيه الثروه اللي بملكها. حياتكم ما حسستوني بالمحبه الي لشخصي. حياتك يا صلاح ما حسستني اني زوجه مرغوبه لذاتها. كل اللي بدك اياه مني مصاري تصرفون على كيفك وبسطك ورفاق السوق اللي بتسهر معهم كل ليله. هلا ايش له معنى هذا الكلام؟ هذا الحكي لايش؟ ما له طعمه؟ ايش هالحديث هذا؟ كتمتي لي نفسي. خيتو انا رايح. فخامتك كمان روح لعند خطيبتك الست نسرين بنت الحسب والنسب، روح الا امي مصممه ما تعطيني شيء، وشوف اذا كانت بتضل معك ولا بتدر لك ظهرها وبتمشي. وأنا ماما ما بدك تحلي لي مشكلتي لا أقدر أرجع لبيتي وابني؟ أنت بتضلي هون بهالبيت معززة مكرمة لوقت ما جوزك يقيم من باله كل أطماعه بثروة أمك. سويت
جابوا صور التحاليل؟ ايه سويناهم. ايه هي الصور جبناهم، التحاليل بناخذ نتيجتهم بكره. وبكره باذن الله راح ناخذ النتائج للدكتور لنشوف ايش بده يقول. سلامتك ماما. سلمني اياك يا حبيبتي، الله يرضى عليك. ما ايش سويت لك مجدره؟ رح تاكلي اصابيعك وراها. الدكتور ما سمح الا بالاكلات الخفيفه، انا راح اسوي لها شوربه. ايه تعي ماما، هاي اخذك لغرفتك ترتاح. شرحيه وجيبيها تقعد جنب البحره، هون اشرح لها. ايش بك وضع؟ اعطينا 3 كليات صابون مشينا. تفضل تفضل. شرب عمو. قوت هي معك لجوا لاضربك البريد. يلا. اهلين استاذ ايوب. اذا ممكن اعطينا الدواء. خير ان شاء الله، مين مرضان عندكم؟ مرتي. ان شاء الله ما في الا العافية. خلص الغداء؟ أمك بالفرشة، سامية وبابا راحوا لعند الدكتور. غريبة، لهلأ ما رجعوا؟ لسه. طيب ممكن تسخني لي لقمة آكلها؟ وليش ما تسخني لحالك؟ أنا ميتة من التعب، اليوم كان عنا شغل كتير وطول النهار واقفة على إجري. إيه وأنا كمان نظفت البيت وجهزت الشوربة لأمك، يعني أنا تعبانة أكتر منك. دايماً بشعر إنك ما بتحبيني. لأنك شايفة حالك. تعبيني بأسهل كأنك أنت بتكرهيني. جوز يعني عم تعترفي؟ بجوز يا ست رابعة لأنك ولدتي بنت حقدت عليكي. وأنا إيش ذنبي؟ لو أنت ولدتي صبي كان بابا نسي خيبة أمله فيني، تعلق بالصبي المنتظر. كانت انحلت مشكلتي ومشكلتك وعمة الأفراح والليالي الملاح. لا ايش داعي لك لهالمحاضرة؟ المهم انا رايحة اسخن اكل. تتغدي معي؟ كو انا ما عاد في عندي وقت. لا بدي اتغدى مع سامية وبابا بستناهم. طيب امك تغدي؟ طعمتها شوية شوربة. بابا ايش طلع ماما؟ بابا طمنا ايش قالك دكتور؟ ان شاء الله بتحسن. ان شاء الله. سمير ايش في؟ سمير ما بدك. هلو نهاد، شلونك؟ شلونه علاء؟ اشتقت له كثير وتامي بالي عنده. نهاد الله يخليك تحل هالمشكلة. أنا بعطيك سنارة من إيدي، بيعها وادفع لأمي أجار الصيدلية. نحن الله بيغنينا عن هالمبلغ. أمي؟ أمي ما يفارقة معها لو قعدت عندها العمر كله. صدقني يا نهاد، صدقني ما في فايدة. بترجاك تسمحني أرجع للبيت. أنا عندي هيك أنت وعلاء بغلاوة الدنيا كلها. برجع اليوم الله يخلي لي إياك ويديمك فوق راسي. هلا بجهز حالي وبعد نص ساعة بكون عندك في البيت. مع السلامة. لك أنت ما عندك عزة نفس؟ ما عندك كرامة لحتى عم تترجي جوزك مشان يسمح لك ترجعي لعنده على البيت؟ ما عاد أقدر أصبر بلا أبني. خايفة ما يكون مرضان أو ما عم بيطعموا منيح. يا بنتي انت ما غلطتي مع جوزك لحتى تترجيه بهالشكل المهين. هو اللي هددك بالطلاق ليحقق اطماعه، معناتها هو لازم يجي لهون
ويترجاكي لحتى تسامحيه وتقبلي ترجع معه على البيت. يا ماما نهاد عنيد وراسه يابس، فإذا دق عنيد ويبس راسي راح ينخرب بيتي. ماني عرفانة ايش تقول لك، ماني عرفانة ايش تقول لك. بس يا بنتي مهما كان خوفك على بيتك وجوزك وابنك، ما لازم تزيلي نفسك، ما لازم تحطي من قيمتك لحتى ما تفقدي قيمتك عنده. أنا ماشي ماما. سلمى استني شوي، ما في داعي تبيعي قطعة من ذهبك. طالما أنت مصممة تاخدي الآجار فأنا ريدي أخصم هالشر. أنا بدي أعطيكي مبلغ تخليه معك لحتى ما تحتاجي تمدي إيدك لجوزك، وإن حبيتي تعطيه من هالمبلغ ليدفع لي الآجار أنت حرة. يعني لسه مصممة تاخدي الآجار؟ لحتى ما يظن جوزك إنه بالتهديد ممكن يحصل على اللي بده إياه. على راحتك ماما. سلمى انت بتضلي بنتي الوحيدة، وان وقعتي بايدي صدر امك دايما مفتوح لا يحضنك ويضمك. الله لا يحرمني منك يا ماما. وايش يعني استسقاء بالكلاوي؟ يعني كلاوي امك تعبانة وما عم تشتغل منيح. يعني ما راي تتحسن بالادوية؟ مرض امك ولادي وما منه شفاء. بس ماما ما كانت تشتكي من شيء. كان مرض مخفي، بس على الحبل وولادات الكتيرة زاد المرض لحد ما وصلت امك لهالحالة التعبانة. يعني ما رأيت تتحسن؟ جاوبينا سامية. دعوا لربكم الله يمد بعمرها كم سنة وما يحرمنا منها. هالدرجة وضعها سيء؟ ايه أميرة. على ايش انحلت المشكلة؟ سلمى رح ترجع للبيت. وقبلت امها تكتب لها؟ لا. يعني مناورتك طلعت فاشلة. انا بحياتي ما شفت ام راسها عنيد ويابس مثل بهيرة الزفت. وانا افتكرت هالمشكلة حتحل موضوع ارتباطي بخطبة ابن رياض. ايش انت مجنونة؟ الجنون اني اتمسك بواحد مفلس ما عنده لا شغله ولا عمله. لك يا هبله، رياض رح يصير مليونير. انا ما عاد فيني صبر ليجي هداك اليوم. لك نسرين، اذا كنا فشلنا في مناورتنا اليوم فلسه قدامنا مناورات كثيره، ولابد في النهايه ما نرغم بهير على تنفيذ اللي بدنا اياه. وان ما قدرنا؟ الشغله بدها صبر تكتيك. تكتيك؟ ايه، بس هلا المهم انت تتوددي لرياض ليزداد تعلق فيكي. اترك الباقي على اخوك. انت ايش عم تسوي بالمطبخ بالصبح؟ عم بحضر فطور للبنات. وهن ما بحسنوا يقوموا ويحضروا هالشيء لحالهم؟ وسامية هالكارم من الخياطة، واميرة بدها تفطر تروح على شغلها، وفاء عم تدرس الرفحصة، وباقي البنات ما خرجن يحضروا الفطور. صراحة يا صالحة انا مو عاجبني طريقة تربيتك لهالبنات طاوله. الله يسامحك. انت بدلالك الزيد هاد علمتيهم الكسل وقلت الحس بالمسؤولية تجاه البيت، صاروا يعتمدوا عليك بكل صغيرة وكبيرة. الله يقويني قادر اقوم بواجبي. واجبك يا صالحة تشغليهم معك ليتعلموا يساعدوك ويشيلوا معك حمل البيت. انت ما بقيتي بصحتك والطبيب منعك انك تعبي حالك. لك هلا حاجتك لو من على الصبح. انا خايف عليك يا صالحة،
خايف عليك. روح روح اقعد جنب البركه لساوي القهوه واجي ونشربها سوا. ما عم تشوف برهو؟ برهو؟ ايش بدك منه؟ لا لا ما في شيء، قصدي بدي منه دخان، دخان مهرب يعني، صار لي زمان ما شفته بالحرم. بعد القتلة اللي أكلها من أبو بكري وعنتر ما عاد له إشي بربع الساحة. إيه ما كان لازم يبهدلوه ويضربوه بهالشكل. هيك واحد بيستحق الشنق، بده يعلم شباب الحارة يدخلوا سم الهاري اللي عم يروج بيعه بهالمنطقة. طيب إذا صدف وشفته لبرهو قول له عباس بده سجاير. وإيش نوعه؟ هو بيعرف. استاذ عباس لا تكون انت كمان صاير لك. فتحي لزام حدودك وقصر لسانك احصل لك. ها خلص 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 ايش بك ايش صار لك؟ انت ما بتعرف قديش معك. ولك انا ما عم بقصر معك، فليش هالحكي الفاضي اللي ما له لزوم؟ خلص خيو نحن غلطنا منك سمعت، طول بالك ايش عم تساوي؟ رجع رجع خلص. وهي احلى قشة دقن لاحلى استاذ عباس كبير. ايش بك؟ ايه بابا؟ بابا كل رفقاتي تسجلوا بالمدارس الثانوية، إمتى أنت كمان بتاخذني تسجلني بقى؟ أنت يا بنتي ريدي تدخلي ثانوي؟ طبعاً بابا، إيه أنا طلعت الأولى على كل رفقاتي، ريدي أخذ البكالوريا وبتفوق كمان، لأدخل كلية الطب وأصير طبيبة مشهورة تتباهى فيني قدام كل أهل الحار. إيه يا ريت قادر احقق لك كل احلامك يا بنتي. وليش ما تقدر بابا؟ هي وفاء دخلتها الجامعه حسب رغبتها وبعد كم سنه بتتخرج، وانا بعرف انه غلاوتي عندك ما هي اقل من غلاوه وفاء. انا كمان بدي اكمل دراستي وادخل الجامعه. كل وحده فيكم ما بتفكر غير بنفسها. ليش انا ايش ساوي؟ حضرتك عم تحكي على راحتك، عم تحلمي تدخلي جامعه وتصيري طبيبه. وايش فيها يعني اذا حققت هالرغبه؟ فيها يا خانم انه دراسه الطب طويله وبدها مصاريف كثيره. ساري بصار وفاء. اي وفاء كملت دراسه ودخلت الجامعه، وانا كمان بدي ادخل الجامعه. ولك ذوقوا بقى، ابوكم براتبه ضعيف ما عم يقدر على مصروف البيت، وكل وحده فيكم راكده ورا انانيتها واحلامها اللي ما لها حدود. هلا دراستي انا رح تكسر ميزانيه بابا؟ راتب معلم مع مصروف ست بنات ايش بده يكفي؟ لولا امك ما كانت تخيط ليل نهار، ما كان قدر ابوك يصرف عليكم. لك ابوكم ما قدر ياخذ امكم عند الطبيب ويسووا لها التحاليل والصور لوقت ما انا قبضت حق الروبين. حتى دواء امك اخذناه من صيدليه الحاره بالدين. ولك حسوا بقى، ولك زوقوا بقى. كفي سامية بكفي بقى. أنا صار لي سنة مكتوب كتابي عم بأجل زواجي، بشتغل بالخياطة ليل نهار لأساعد أبوكم. لأيمت بدي أضحي وحدي؟ لأيمت فتحي بده يصبر علي؟ أنا ممكن أخسره بسببكم. حسبي سامية بقى. أنا ما عم بمن عليكم، أنا بريدكم تساعدوا أبوكم مثل ما أنا عم بساعده. ما عاد يقدر يصبر اكثر من هيك. وايش هالعريس اللقطه اللي خوفاني يطير من ايدي؟ ايش ما فتحي؟ غلاوته عندي اكثر من كنوز الدنيا كلها. وعلى ايش شو هالغلاوه؟ على حسنه ولا على ماله؟ لا على اخلاقه، على اخلاصه ومحبته الي. بكفي صار له صايبر كل هالمده ولسه متمسك فيني. اذا كان بس تتجوزين اعي واشربي ميته. هي جزاتي، هي جزاتي لأني عم بضحي مشانكم. Thank you.
بابا أنا آسفة. على أي شيء يا بنتي؟ بابا خلص أنا ما عاد أدخل للثانوي. إيش اللي غير رأيك؟ ما عاد أدخل للجامعة وأنا بدي أصير طبيبة. إيش بدك لك؟ أدخل تمريض. بدي أصير ممرضة. تخففي عني مصاريف الدراسة؟ بابا ماما مرضاني كتير، حاجة لأدوية باستمرار. شفاء ماما أهم بكتير من دراستي. لا يا بنتي لا، دراستك كمان مهمة، وأنتي لازم تحققي طموحاتك بهالحياة. أنا عن طريق مهنة التمريض بحسن بحقق الحلم اللي كنت رادي أحققه وأنا طبيبة. طول عمري بتوسم فيك الخير. انت اغلى واذكى بنت عندي يا رابعة. خلص بابا انا من بكره حقدم وراي لمدرسه التمريض. رابعة وانا كمان بدخل معك مدرسه التمريض. ايش هالحكي؟ بس انت طول عمرك حلمك تاخدي البكالوريا وتدرسي سنه في دار المعلمات وتصيري معلمه. ايه بس بمدرسة التمريض دراسة داخلي للجميع، وأنا ريدي أطفش من هالبيت. شو؟ تطفشي من هالبيت؟ خناقات ماما وبابا المستمرة بتخليني أكره العيش في هالبيت. والداخلي برأيك أرحم؟ رابعة بالداخلي بنكون أنا وإنتي مع بعض. رابعة إنتي مو بس بنت خالتي، إنتي أغلى رفيقة عندي، وطالما إنتي رح تدخلي تمريض فأنا كمان رح أدخل معك. يا مايلة عالغصن عيني سمرة سابتينا يحرق قليب الهوى يا ما شو عمل فيه إنه كروان الشرق الأوسط مو ناوي يعطينا سكوته لحتى نعرف ندرس بقى. والله صوته حلو. بلا حلو بلا ضراب السخن. حرام عليكي وفاء، والله في بصوته بحة حلوة كتير. بتكونوا زين انتي لي يا خليفة العندليب الأسمر مثلا. مين بيعرف يمكن لو استمر يطلع مثله أحسن مني. لا عروبة ليكون هالمنظوم عم يطلع على السطح وغني مخصوص إلك ليسمعك صوته هالحنون. إلي أنا؟ لكن إلي أنا؟ ذاتا أنا لاحظت عدة مرات عيونه ما بتنشال عنك ونحن ماشيين بالحارة. أصلا أنا صغيرة وماني علاقة بهيك أمور. صغيرة؟ إيه والله الوحدة منكم بهالأيام صار تفهم بالحب أكثر من أم عندها خمس أولاد. قال صغيرة قال. استاذ ايوب، استاذ ايوب، مرحبا استاذ ايوب. اهلين اهلين ياس، لا تواخذني كنت شارد. سلامتك من الهم عمي ايوب. ايه تفضل شربنا كاسه شاي، صلي نص ساعه بس استناك. تفضل تفضل. يا اهلين وسهلين. ايش كني بالظاهر ما قريت الرساله اللي اعطاك اياها؟ لا بالعكس قريتها، بس مرض مرتي وهون الدنيا خلتني انسى احكي معك بهالموضوع. استاذ يعني انا بهمني رايك بالشيء اللي قريته بالرساله، لانه بتعرف انت استاذنا وكبيرنا واللي مستشيرك في الامور الصعبه. ايه ايه ياس، بس انا بفضل نروح عنا على البيت ونحكي على رواق. بيكون فيها سؤال؟ لا لا خيو لا، تفضل 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 استاذ. اهلين استاذ ايوب. السلام عليكم. وعليكم السلام. راح العبك على شكل القهوه.
أنا ملعب على مصاري، بعدين يصير لعبك مال. هلا لا صر لي حنبلي، لازم يكون لعب على شيء شغله، لا يبقى حامي فيه حماس. لكن لاقي لك واحد ثاني يلعب معه. إيه لو في حدا غيرك، كنت لعبت معه على شيء محرز. إذا كنت تريدني أدفع عنك شكلة القهوة أدفعها، لكن قبل ما نلعب. تفضل لعب وما عاد بدي منك شيء نهائياً، منيح هيك؟ تفضل سيدي أرمي الزهر لأشوف. إيش بيحبوا يشربوا الشباب؟ هات اثنين شاي على حساب حمدان. يا على عيوني. وبعدها تجيب سندويشتين فلافل على حساب عباس. بتأمر أستاذ حمدان؟ تاخذهم إذا كسبت مني الداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رجعنا للحرام. يعني أنت هيك رأيك يا أستاذ؟ شوف يا الياس، أنت هلأ متجوز وعندك أولاد، وأمك الله يمد بعمرها صارت مرة ختيارة، وصحتها ما بقى بالسعادة على السفر والشقة ببلاد الغربة. آخ يا أستاذ آخ، ذاتي ما هو حرق قلبي إلا أمي، دايما الدوم تتذكر أخوي حنة وبتسألني إمتى بده يرجع. لذلك أنا رأيي إنه الهجرة اللي عند أخوك على البرازيل ما بقى بتناسبك. بس يا أستاذ أنا ظروف حياتي صارت صعبة كتير، ونون السداج اليدوي اللي عم بشتغل عليه ما عاد يطعميني خبز، وبنفس الوقت يعني بصراحة أنا مالي ريد أترك الصنعة اللي وردت عن أبوي وجدي. بس أنت يا خيو بإمكانك تطور مهنتك وأنت هون. شلون؟ خبر أخوك حنا بدل ما تروق أنت لعنده، قل له يبعت لك شوية مصاري أو يبعت لك نول سجاد آلي تشتغل عليه، وهالشي تكون بداية لتحويل عملك اليدوي لعمل آلي متطور. ما بتعرف تلعب. استاذ بكري، استاذ ممدوح، اهلين عالدار. اهلين بعالدار. اهلين عمدوح. معلمي معلمي، هلا بالشباب، هلا بالشباب، هلا بالشباب. الحمد لله على سلامتكم. هلا بالشباب، هلا هلا. الحمد لله على سلامتكم يا شباب. الحمد لله على سلامتكم يا شباب. سلامة. ألف الحمد لله على السلامة يا أبي. ألف الحمد لله على السلامة. كيفك يا أبي؟ مبسوط بشوفتك يا أبي. الحمد لله على السلامة أستاذ ممدوح. أبوك بده يطير عقله بالفرح. أهلين أستاذ بكر. أهلين أهلين. الحمد لله على سلامتكم. أهلين أستاذ ممدوح. الحمد لله على السلامة. أهلين بالأبطال. بلاها الكلمة فتحي بلاها. ليش بقى؟ أنتوا زينة شباب الحارة. إي والله الحارة نورت برجعتكم. والله كان بيابنا عليكم وحياة الله. الحمد لله اللي شفناكم بخير. سامر قول عند ابو هاني بشره برجعه الاستاذ ممدوح. وين؟ يلا. ها هاي ابو عمر. قليل عمي ابو عمر، شلون صحتك يا مختار؟ صحتي ما عادت مهمه، المهم اسمع خبر منكم يطمني على ابني عمر. ايش بكون؟ ليه سكتوا؟ ليه سكتوا وطرقتوا راسكم بالأرض؟ ابني صار له شيء؟ عمر استشهد؟ لا مختار، ابنك عمر عايش. عايش؟ ألف حمد وشكر لك يا رب. إن شاء الله ألف مبروك يا مختار، هذه خبرية زينة. وليش ما سرح؟ ليش ما أجا معكم؟ عمي أبو عمر ابنك بالمستشفى العسكري بالشام. المستشفى العسكري؟ خير؟ مجروح؟ ليش ما قالوا لي من الأول؟ كنت رحت لعنده واطمنت عليه. ابنك يا مختار بعد ما تصاوب وقع أسير عند الإسرائيليين، بالجيش عنا اعتبروه مفقود لعدم وجود أي معلومات عنه. من عدة أيام بس سلم الجيش الإسرائيلي ابنك للصليب الأحمر، والصليب الأحمر سلمنا. طيب شلون صحته هلا؟ ايش بكون يا جماعة؟ ليه سكتوا ورجعتوا طرقتوا راسكم بالأرض؟ وقلوا لي إذا ابني عمر استشهد فهذا شيء بيشرف، بيرفع الراس، ما بيخلينا نوطي راسنا بالأرض. صارفوني صارفوني عن وضع ابني أرجوكم. ابنك حالته سيئة كثير. عمي أبو عمر، الأوغاد بعد ما تدهورت صحته نتيجة الجرح اللي بصدره رادوا إنه يتخلصوا منه، فمن كان يوم سلموه للصليب الأحمر كانوا رامينه بالمعتقل من دون أي رعاية صحية. الأوغاد، الظلام، عديمي الضمير. هدي أعصابك يا مختار، وإن شاء الله ابنك
بيشفى وبيرجع لك سالم غانم بإذن الله. أنا لازم أطلع الشام فوراً. يا مختار أنت هلأ لو طلعت على الشام راي توصل بالليل. بالليل بالنهار ما بتفرق، المهم أروح عند ابني وأطمن عليه. يا عمي أبو عمار، على المستشفى العسكري بالليل ما بيدخلوك. شلون بدي أصبر لبكرة؟ يصلي على النبي يا مختار، طالما ابنك صار بسوريا فإن شاء الله خير. الله يشفي لك يا ويقومه بالسلام يا رب. تعال يا مختار، شرب كاس الشاي وهدي اعصابك. يا عنتر عيوني، وزع شاي للزباين على حساب القهوه. عيوني ممدوح. منين بابا؟ الله يطعمني، يوم اللي بضم ابني لصدري يا رب. قول ان شاء الله يا مختار، قول ان شاء الله. تفضل تفضل. مرحبا راسك. اهلا 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 اهلا. الحمد لله على سلامه. كيفك انت؟ مثل مالك شايف. الحمد لله. الحمد لله على سلامه. هلا طمني انت كيفك؟ نحن بهمود الله. ايش اخبار ابنك؟ تسرح معنا. وليش ما اجيت معه بابا؟ كلها كم يوم بفكوا له الجبصين من ايده وبعدها بتلاقيه عندك. طمنه بابا ان شاء الله كسره بسيط. لا شغلته بسيطه. الله بيتمم بالك مثل ما تمنتيها على ابنه بابا. ندرت ندر على نفسي يا ابني، بس تخلص الجيش ترجع بالسلام لأطلع على أبواب الحارة وأدق باب باب وألاقي لك أحلى عروس. أبشر يا أخ أبشر، إجا النعيم والفرج والوالدة قررت تجوزك. وأنا بتمني أشوفك متجوز وأفرح بخلفتك يا ابني. بتمني كلي حفيد. ما بصير أجيب لك الحفيد، أنا حجي. أنت لسه ما فقست من البيضة. عجبك أبو صبري، لو متجوز أنت وخلصان هندورة كلها كانت إلي. إيش بك أنت؟ ليش مستعجل؟ لسه بكير عليك؟ أنا نفسي بس تخطبولي هلا والجازة منأجلها لبعدين لبين ما يفرجها الله. ولك هلا التهي أنت بدروسك بهيك موضوع بكير كتير تحكي فيه. ذاتي أنتو دائما بتكسروا الجناحاتي. ها لك أنت لسه الريش ما طلع على جناحاتك. قول بقى إيش قلتي يا صالحة؟ روح أنت يا أيوب وسلمني عليه، قل له خالتك مرضاني وما قدرت تيجي تزورك لتهنيك وتهني أهلك برجعتك بالسلامة. طيب اخذ حدا معي من البنات؟ اتركهم بحالهم، كل وحده منهم مشغوله بشي. طيب انا راي بتريدي شي؟ سلامتك. شو هاد؟ كاسة عيران لماما. ها مو ما حطيتي ملح؟ طمن ولا ذره. كويس كويس، فيه العافيه ان شاء الله. الله يعافيك. تفضلي ماما. الله يرضى عليك يبعث لك الصحه والعافيه ويخلي لنا اياك يا رب. بابا؟ نعم. خدني معك لبيت خالتي، اشتهي افهم من ممدوح شلون خسرنا الحرب. يا بنتي هالمواضيع ما بيحكوا فيها الصغار. لايمت يا بابا بتكونوا تضلوا تعتبرونا صغار؟ الكبار هن اللي بيحكوا، الكبار هن اللي بحق لهم يفهموا كل شيء. جيلنا يا بابا عم يكبر ومن حقه كمان يفهم ايش عم بيصير حواليه. يا بنتي هالكلام اكبر من سنك. طيب ليش في المدرسة عم يقرونا بدروس التاريخ والتربية الوطنية عن القضية الفلسطينية والنضال العربي ضد الاستعمار والصهيونية؟ مو مشان نفهم؟ طيب هاتي لأشوف ايش بدك تفهمي يا ست وروبة؟ انا اللي محيرني يا بابا، شلون العرب بيخسروا قدام اسرائيل مع انه نحن اكثر منهم بكثير؟ يا بنتي العدد الكبير ما بقى هو العنصر المهم بكسب المعارك. لكان اشي مهم؟ تكنولوجيا، الوعي الحضاري، نوعية السلاح اللي بايد الجندي، بناء الانسان اللي بده يستعمل هالسلاح، والاهم من هاد كله توفر الارادة. يعني هالشي اللي حكيته ما متوفر عند العرب؟ مو قلت لك لسه بكير عليكي لتفهمي بهيك امور؟ يلا يلا انا رايح، ديروا بالكم على امكم. ها امي ما في داعي تدقي باب الحاره لتلاقي لي عروس. ليش لك ابني؟ مانك رايح تتجوز؟ مو هذا القصد. لكن شو بدك لك ابني؟ اللي بسنك صار عندهم كومة وبلاد؟ لك
امي مين قال ماني رايد اتجوز؟ يا انا من زمان عم احلم بهذا اليوم اللي يجي واقدر اخطبها فيه. يعني في وحده معينه حاطه عينك عليها لك ابني؟ عيني وبس، قلبي وروحي كمان لك امي. يو شلون مانا دريانين لك ابني؟ امي انا ما كنت رايد اكشف عن عواطفي، وخاصه لساتني طالب بالجامعه، وانت بتعرفي انه انا ما عندي القدره اني اتجوز. وهلا تقبرني صرت استاذ ثانوي وعليك قدر وقيمه لك امي، والف بنت بتتمناك. استاذ ثانوي يضرب واطراح وما معه حق بيت لحتى يتجوز فيه، انت بتعرفي انا حق صيغه ما معي. يو بيتنا كبير وفيك تاخذ غرفه تسكن فيها لك ابني، واذا مشان الصيغه بعطيك صيغتي تلبسها. الله يخلينا اياك ويطول عمرك لك امي. يو لا تاكلها، كل شيء له حل. امي انا ريد اخطب البنت بسرعه، اذا بدي استنى لحتى يصير معي مصاري بخاف انها تطير من ايدي. البنت حلوه امي، حلوه كثير وفي ميد عين عليها. مين هالامورك ابني؟ زميلة إلك بالجامعة؟ لا أمي، من هون من الحارة، قريبة عليك. من الحارة عنا؟ إيه أمي، وكل يوم الصبح بتكحل عيونك بنورها وجمالها. إيه معناها بعرفها؟ آخ لك أمي، لو الله بيجعلها من نصيبي يكون أسعد إنسان بالدنيا كلها. قل لك ابني شوقتني، مين هي؟ لا تكون حاط عينك على بنت ببنات الأستاذ أيوب. إيه أمي، وعلى أحلى واحدة فيهم. معناها أميرة؟ أميرة أمي، هي البنت الوحيدة اللي بتمنى تدقي لي بابها وتخل بيها. ليش نحن حاربنا ولا اصطدمنا مع الجيش الإسرائيلي؟ الحرب يا أستاذ أيوب انعرفت نتائجها المأساوية من بعد ما ضرب معظم الطيران المصري هو على الأرض. وهي هي المأساة الرهيبة. معقول الجيش المصري ما أخذ حذره وما توقع هيك هجوم؟ لأنه خدعوه، خدعوه غرروا فيه. الصهاينة والاستعمار خططوا للحرب لحتى يقضوا على أسطورة عبد الناصر بعد ما تآمروا علينا، وهذا محل الوحدة بين سوريا ومصر. ورطوه خلوه يدخل جيش لصحراء سيناء بعد ما أوهموه بأنه خايفين وأنه ما راي تصير حرب. ولما انكشفت القوات المصرية وهي بالصحراء لطيران العدو، ما عاد فيها مصر تحارب حرب مواجهة حقيقية. حرب حزيران يا جماعة كانت مؤامرة، مؤامرة علينا وعلى الأمة العربية كلها، والأعداء هن اللي خططوا لها وحددوا مكانها وزمانها وساعة الصفر فيها. والعرب مع كل أسف ما كانوا مجهزين حالهم التجهيز الكافي ولا مستعدين لهيك حرب. هالمعركة كانت درس أليم ولازم يستفيدوا منه كل العرب. ضربوا مصر ضربة قاسمة، ولما تأكدوا من هالشي استفردوا بالجبهة السورية. نحن إيش بيطلع بإيدنا نساوي قدام آلة الحرب الجهنمية اللي بتملكها إسرائيل؟ هالخسارة يا ابني بإذن الله رح تتحول لنصر قريب. بتاريخنا في نكسات كبيرة وقليمة، لكن أجدادنا العرب الأبطال قدروا يحولوها لانتصار. نحن يا ابني أمي حية وما بتنام على الضيم أبدا، وأكيد المعركة القادمة نحن لما نحدد ساعة الصفر ونسأل لكرامتنا ونرجع أراضينا. هالشي رح يحصل، أكيد رح يحصل يا أيوب. هلأ بدك تقضونا القعدة كلها على سيرة الحرب؟ سيرة الحرب يا ماما رح نضل نحكي فيها سنين طويلة، لأنه تركت بقلبنا جرح، جرح عميق كتير. هلا المهم رجعت لي بالسلامة. الإنسان اللي بده يعيش بذل بوطن مجروح ومطعون الكرامة موت أفضل. بنات الأستاذ أيوب كلهم ممتازات وعندهم أخلاق، وأميرة أجملهم. أنا بيسعدني أناسب هيك عائلة محترمة. إذا كان هيك أنا بكرة الصبح بروح لعندهم وبفاتحهم بالموضوع. لا خليني بالأول أسأل الأستاذ أيوب وأجس النبض. وليش أجس النبض؟ أنا متأكدة إنه ما رح يقوله. ليش ابننا إيش ناقصه؟ مكمل
خزيت العين حوله. انت تريك الموضوع علي انا، انا بكره بروح لعند صالحه وبطلب ايد بنت اميره لبكري. اذا كان هيك توكلي على الله واحكي بالموضوع يا رب. تفضلي، هي اجار الصيدليه دفع لي اياهم السيد نهاد عن طيب خاطر. عن طيب خاطر؟ اذا الانذار اللي بعثت له اياه. المهم هلا تكوني راضياني علي يا ست بيي. دايما ان شاء الله. مشروب الهنا. الله يهنيكي. انا بستأذن، تسمحي لي امشي؟ عود. انا عدباني عليك يا استاذ صالح. علي؟ خير يا ست بيي. ليش ما خبرتني عن حالة ابو درويش قبل ما نرفع عليه دعوة؟ بصراحة يا خانم خفت، خفت لتزعلي تتضايق مني. رياض خبرني انه ابو درويش تعبان كثير، ومدرويش باعت عفش البيت مشان تصرف على جوزها حق الادويه وتطعمي ولادها. فعلا وضع ابو درويش بيحرق الارض، وهلا اهل الحاره عم يلموا لهم مبلغ ليساعدوهم. لكن خذ هدول اعطيهم لابو درويش، وبعث لهم كمان 20 كيلو رز و20 كيلو سكر وتنكه زيت وكيس طحين، ودفع حقهم من راعي الاجارات. الله يكتر خيرك ويرزقك ويعوضهم عليكي بالاحسن يا رب. ايش بك صالح؟ قربوا قربوا ذبحني يا ام رياض، كل ماله عم بيزيد. ما عم تاخذ ادويه؟ عم باخذ باستمرار، وهالبخاخ ما بينزل من ايدي. روح عند طبيب تاني، بلكي دواء بينفعك اكثر. لك يا الله يا ست ام رياض، ايش بدي لحي؟ من طبيب لطبيب. خلي حكمتك كمان على حسابي. أجرة الطبيب وحق الأدوية سجلن على اسمي وخصمن كمان من ريع الأجارات. الله يديمك علينا ولا يحرمنا منك يا رب. تسمحي لي أمشي؟ أمان الله. يلا بخاطرك. مع السلامة. إيش واد خيتو؟ إيش هالمصاري اللي نازلة من بين إيديك مثل الشلال؟ إيش قصة هالكرم هذا اللي انهمر هيك فجأة؟ أبو درويش فقير بيستحق الصدقة. وصالح؟ أبوه قضى عمره في خدمة والدي. إيش يعني؟ عم يشتغل على حسنة يعني؟ عم ياخذ أجرته. والدي الله يرحمه وصاني فيه، لهيك عم بشغله معي. إيه خلص. مع إنه مسكين، ما خرجه لا يكون محامي ولا وكيل أعمال. حاجته خيته حاجته، صرفيه وعطيه قرشين، مانك شايفتي مهرهير ما بقى في شيء، كل شوي مسك لي البقاقة. إيه أنا عم بشغله معي مشان ما أعطيه مصاري بلا شغل وأجرح كرامته. آه مشان كرامته. إيه لا معك حق. معك حق كتير فكري بكرامته، أما بكرامة جوزك الأكابر ابن العيلة لا ما بتفكر بكرامته. ليش أنت بقيت لحالك كرامة؟ طول النهار بيرك ومادد إيدك مشان أعطيك مصاري بدل ما تشتغل وتصرف من عرق جبينك. لك يا خيتو، لو عطتيني أرض من أراضيكي كنت جبت شوية فلاحي اشتغلوا فيها واشتغلت أنا كمان فيها. لو عطتيني شوية عقارات من هالعقارات هاي اللي عندك كنت على الأقل درت عليهم ولميت الإيجارات. أنا إذا سمعت كلامك وعملت لك اللي بدك إياه هدول كلهم تصرفون بيومين على كيفك. خيتو أنت هالمرة جربي. أنا مالي أمان منك يا صلاح. إيش قلتي يا صالحة؟ أنت فاجأتيني بهالطلب. إيه بس مبين عليكي فرحانة. أنا نفسي أجوز البنات على حياة عيني، بس خايفة خايفة يا أم بكري، مرض هالكلاوي ما يمد بعمري ويخليني أشوف. بعيد الشر، إن شاء الله ربي بيطول عمرك وتشوفي ولاد ولاده. آمين يا رب العالمين. إيش أقول؟ أروح أقول لأبو بكري يجي يطلب إيد البنت من أيوب؟ لا خليني بالأول أحكي مع أيوب ناخد رأي البنت. إيه إليك لك فكرة؟ وين راح تلاقي أحسن من ابني؟ بعدين اللي بتعرفه أحسن اللي تعرف عليه. تفضلي خالي. أعطي أمك يوم. لا خالي، ماما الدكتور مناعا لأهو. تفضل. يسلموا هالإيدين. إيش هالحكي يا صارحة؟ إيه فنجان القهوة قدام هالبركة برد الروح. وفاء وفاء، إيش بك طالعة بتلهتي؟ أميرة انخطبت. لمن انخطبت؟ للأستاذ بكري جارنا. أنت إيش عرفك؟ هلأ أم بكري طلبت من ماما إيد أميرة وهن لساتهم قاعدين تحت، أنا نازلة أخبر سامين. طب أميرة معني أنا الأكبر، اختارها إلها رغم أنه هي سقطت في البكالوريا وأنا طالبة في الجامعة، فضلها علي، فضلها علي لأنه هي حلوة وأنا أصلاً كل رجيل
ما بهمون يخطبوا غير البنت اللي وشها حلو وكسمها حلو، حتى ولو كانت بهيمة وما عندها أي ثقافة. معليش يا وفاء، معليش. بكرة بس تخرجي وتتوظفي ويصير إلك معاش محترم، رح تلاقي 100 زنبوط عم بتطير حواليك عم بتخرطموا لحتى يشم ريحة معاشك. حدا رح يشوف تشوه اللي بأجريك، كلن رح تكون عيونهم مفتوحة على الراتب اللي رح تقبضيه. ساعتها بس تختاري أقل واحد فيهم طمع وبتتجوزي. يضرب عيون كل رجال بهالدنيا. لا تكوني عم تمزحي، ولا بدك تشربيني شي مقلب من مقالبك؟ انا سمعتها بإذني عم تطلب اميرة للاستاذ بكري. ايش قلتي يا بنتي؟ نحن ما اعطيناهم جواب لناخذ رايك بالموضوع. انا ماني موافقه. مالك موافقه؟ ليش يشبه بكري؟ ما بصير معي. بكري شاب ممتاز ومو ناقصه شي. ناقصه كتير. ايش عم بتقولي؟ اهدي اهدي يا صالحة، اهدي وخلينا نفهم من البنت ليش ما بدها. يا بابا بكري شاب لسه في بداية حياته وما بيملك شي. يا بنتي كل الشباب بكونوا هيك بالاول، ببدوا من الصفر وبعدين بطلعوا السلم شوي ورا شوي. إيه انا ماني مستعدة اتعذب مع شاب بديان من تحت الصفر وما عنده شي. لك انت عليش شايفة حالك؟ اه ماما انا اللي بدي اتجوزني لازم يكون مقتدر ماليا بقدر يعيشني عيشة مرفهة. وبكري ما بيحسن يحقق لك هالشي مو هيك؟ بكري أبوه درويش وما عنده مالية يساعد فيها ابنه. تانيا بكري إذا بدي يتجوزني رأي أخذني لأعيش معه في عين العرب محل شغله. والله وأنا ماني مستعدة أترك شغلي في صالون تجميل وأعيش في قضى صغير. ولك أنت وين عايشة؟ باريس ولا بقصر يلدز؟ ماما ما في داعي إنك تتمسخري. ولك أنا شغل. يا صالحة يا صالحة، يعني يا بنتي اعتذر من ابو بكري اذا اجى بطلبك لابنه؟ ما في داعي يجي اصلا، بلغوا رفضي وانت قاعد عنده بالقهوه. انت عجبك جواب هالبنت؟ صباحو على خير. على إنسانك اللي راحوا كتبوا.
جمر بيحصد نار. لآخر